السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شباب. الصوت واصل كويس يا شباب؟ على بركة الله. زي ما قلت لكم يا شباب، إن شاء الله هيكون عندنا لقاءين اليوم بمشيئة الله تعالى، اللقاء الثامن واللقاء التاسع، عشان نعوض اللقاء اللي كان يوم الأحد بسبب الخلل اللي في النظام. إلى أن يلتحق أو يلحق بنا باقي الزملاء، لو أحد عنده أي تساؤل أو استفسار يا شباب يتفضل يسأل. لو في أي تساؤل أو استفسار يا شباب يتفضل يسأل. الحمد لله كله تمام. طب الحمد لله. ماشي يا نسرين، ان شاء الله ان شاء الله في العيش يا نسرين، الامور هتبقى تمام ان شاء الله. وياكم يا رب جميعا. طيب، احنا انتهينا المحاضرة الماضية من المحاضرة الـ18، وبالتالي اليوم وياكم جميعا المسلمين يا رب، اليوم هندخل في المحاضرة 19 يا شباب. المحاضرة صح ولا ايه؟ صح 19 تمام. المحاضرة 19 يا شباب، مركزية التخزين ولا مركزية التخزين. نعم، مركزية التخزين ولا مركزية التخزين. طبعا لازم احنا خدنا قبل كده لو انتم فاكرين مركزية الشراء ولا مركزية الشراء، صح؟ في الجزء بتاع المشتريات اخدنا مركزية الشراء ولا مركزية الشراء. اليوم اول جزئية معانا بنتكلم عن مركزية التخزين ولا مركزية التخزين. التعريف بتاعنا للاثنين مهم جدا. ما المقصود بمركزية التخزين وما المقصود بلا مركزية التخزين؟ طبعا من اسمها مركزية التخزين معناها تخزين جميع المواد جميع الأصناف في مخزن واحد مركزي، طبعا بيكون قريب أو بالقرب من المصنع أو المركز الرئيسي للشركة. يبقى هنا تخزين جميع الأصناف، ده مركزية التخزين. أما لا مركزية التخزين فهي إن إحنا بنقسم أو بنوزع الأصناف اللي عندنا على أكتر من مخزن أو على أكتر من مستودع، تمام يا شباب، بحيث إن كل مخزن يخدم الفرع القريب منه، كل مخزن يخدم الفرع القريب منه. طيب، عندنا بعد كده مزايا مركزية التخزين وعيوب مركزية التخزين. مزايا مركزية التخزين وعيوب مركزية التخزين. طيب، المركزية قلنا ان احنا عندنا مخزن رئيسي كبير واحد بتخزن فيه كل الاصناف. ايه المزايا؟ تجنب التكرار. لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا بدال، يلا ادخلي معانا محاضرة 19 يا بدال. صوت واضح يا شباب كويس؟ صوت واضح؟ طيب، لان في امل بتقول الصوت بيقطع. يا امل اخرجي وادخلي تاني يا امل. طيب، يبقى بنقول يا شباب مزايا مركزية التخزين، رقم واحد تجنب التكرار في اجهزة ومعدات المناولة. طبيعي لما يبقى عندنا اكتر من مستودع يا شباب معناها ان احنا اجهزة المناولة هتبقى في كل مستودع او في كل مخزن ومتكررة، تمام. انما لما يبقى عند مستودع واحد يبقى احنا هنا بنتجنب التكرار في اجهزة ومعدات المناولة.
رقم اتنين الاستفاده القصوى من العنصر البشري اللي موجود عندي او القوى العامله اللي موجوده عندي، مش حد بيبقى مريح كتير يعني، واخدين بالكم يا شباب. الاقتصاد في الخدمات اللازمه لهذه المخازن، الاقتصاد طبعا يعني معناه تقليل النفقات يا شباب، اقتصاديه الشيء معناه محاوله تقليل النفقات، يبقى الاقتصاد في الخدمات اي تقليل النفقات والتكاليف المرتبطه بالخدمات اللازمه لهذه المستودعات والمخازن، سواء كان حراسه او امن او ما شابه ذلك. احنا قلنا الاستفاده من القصوى من القوى العامله يا ساره، انا قلت الاستفاده القصوى من القوى العامله، مش لازم اقول نفس الكلام اللي عندك بالظبط. ها؟ او الاستفاده من القوى العامله افضل استفاده ممكنه. ها؟ وصلت؟ سهوله الرقابه المخزنيه، تقليل راس المال المستثمر في المخزون. تمام يا شباب؟ هنكتفي بالخمسه دول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضحه يا شباب؟ تاني المزايا تجنب التكرار في اجهزه المعدات المناوله، الاستفاده المثلى او القصوى او الافضل من القوى العامله، الاقتصاد وتقليل التكاليف المتعلقه بالخدمات، رقم أربعة سهولة الرقابة المخزنية يا سارة ركزي معايا، تقليل رأس المال المستثمر في المخزون. تمام يا شباب؟ طيب طبعا يا شباب هذه المزايا المرتبطة بمركزية التخزين لو عكسناها تبقى ايه يا شباب زي ما انتم فاهمين؟ ها؟ لو عكسناها تبقى ايه؟ عيوب. عيوب ايه؟ لا مركزية التخزين. عيوب لا مركزية التخزين، واضحة؟ يبقى هذه المزايا للمركزية لو عكسناها تبقى عيوب للا مركزية التخزين، صح كده؟ التكرار، عدم الاستفادة القصوى أو المثلى من القوى العاملة، تكرار وارتفاع التكاليف اللازمة اللي مش عارف للمخازن والحراسة والإضاءة، صعوبة الرقابة المخزنية، زيادة رأس المال المستثمر في المخزون. ده أنا عايزكم تبقوا فاهمين مش حافظين. إيه؟ واضحة يا شباب؟ نبقى فاهمين مش حافظين. طيب. نروح بعد كده لعيوب مركزية التخزين. عيوب مركزية التخزين. عندكم فيها ثلاث عيوب. صح؟ عدم السرعة في خدمة أو تلبية احتياجات الفروع، صعوبة النقل الداخلي والمناولة الداخلية داخل المستودع، أن تعرض المستودع لأي خطر بيكون للأسف الشديد الخسائر مضاعفة. صح؟ طبعا زي ما مها بتقول بتبقى كارثة. ليه؟ لأن المستودع فيه كل الأصناف، لا قدر الله كان فيه غرق بسبب سيول أو حرائق لا قدر الله أو تعرض للسرقة أو ما شابه ذلك، بيكون الخسارة فادحة أو الخسائر فادحة وبيكون في هناك كارثة كبيرة جدا. يبقى عدم السرعة في التلبية، صعوبة النقل الداخلي والمناولة الداخلية، تعرض المستودع الرئيسي لأي ظرف فيه نوع من الحرائق أو الخطر بيؤدي إلى الخمسة الأولانية أمل لغاية تقليل رأس المال المستثمر. والعيوب ثلاثة. يبقى المزايا من واحد إلى خمسة والعيوب ثلاثة. طيب هذه العيوب لمركزية التخزين يا شباب تعتبر إيه؟ العيوب في المركزية تعتبر مزايا للامركزية. صح؟ سرعة التلبية وخدمة احتياجات الفرع، سهولة النقل الداخلي، تقليل المخاطر عندما يتعرض المستودع لأي إيه يا شباب؟ لأي ظروف طارئة. تمام الله يرضى عليكم. الجزئية الأخرى التي يجب أن نتعرض لها الآن وهي أهم المعايير التي تحكم
أهم المعايير التي تحكم الاختيار ما بين مركزية التخزين ولا مركزية التخزين. تمام يا شباب؟ أهم المعايير، الله يسلمكم يا شباب. أهم المعايير التي تحكم الاختيار بين مركزية التخزين ولا مركزية التخزين. يعني هو عايز يقول هنا إيه؟ متى تميل الشركة أكثر، متى تميل الشركة أكثر نحو سياسة مركزية التخزين، ومتى تميل الشركة أكثر نحو اتباع سياسة لا مركزية التخزين. معايا يا شباب؟ طيب عندنا مجموعة من المعايير، ركزوا عشان احنا مش هناخد كل المعايير اللي موجودة عندكم. رقم واحد، درجة الانتشار الجغرافي. طب نفكر كده، درجة الانتشار الجغرافي، لو الشركة منتشرة جغرافيا على مناطق جغرافية كبيرة، بميل نحو المركزية أم اللا مركزية؟ يلا جاوبوا. لا مركزية التخزين، صح جدا. تاني اهو، عندما تكون الشركة منتشرة جغرافيا، صح، يعني موجودة في مناطق جغرافية متباعدة، الطبيعي ان انا هتبع اكثر او هميل، ده انا بجيب لكم العبارة دايما كده يا شباب، نميل اكثر، نميل اكثر نحو لا مركزية التخزين كلما كانت درجة الانتشار الجغرافي كبيرة او واسعة، صح كده؟ تمام. طيب اذا كانت درجة الانتشار الجغرافي منخفضة او قليلة، نفس الالفاظ طبعا يا شباب بس بالعكس، إذا كانت درجة الانتشار الجغرافي منخفضة أو قليلة، في هذه الحالة بنميل أكثر ناحية مركزية التخزين. عشان كده يا شباب بقول لكم لازم نقرأ السؤال كويس ونركز والأمور بالنسبة لنا واضحة. لأن حاجة زي كده هجيبها لك يا أجيبها لكم، يا إما ما تجيش غير صح وخطأ على فكرة. يعني الجزئية دي كده اكتبوا جنبيها كده أسئلة الصح أو الخطأ. واضحة يا شباب؟ أسئلة الصح أو الخطأ. طيب تكاليف وتجهيزات التخزين. تكاليف وتجهيزات، يعني لما نبقى عايزين نخزن، نجيب مخازن وتجهيزات وآلات ومعدات وغيره، بنسميها تكاليف وتجهيزات التخزين. كلما كانت التكاليف والتجهيزات مرتفعة، هنتكلف فلوس كتير، نعمل مخازن كتيرة ولا مخزن رئيسي واحد؟ مخزن رئيسي واحد، يبقى مركزية التخزين، الله يرضى عليكم. تمام. انما لو كانت تكاليف وتجهيزات التخزين ما بتكلفنيش كتير، بلاقي المستودعات وبأجرها بتبقى فلوسها بسيطة والتجهيزات جوه المستودع بسيطة، نروح ناحية لا مركزية التخزين، الله يرضى عليكم. تمام. يبقى تكاليف وتجهيزات التخزين منخفضة او قليلة، يبقى لا مركزية التخزين، نميل. اذا كانت مرتفعة، نميل ناحية مركزية التخزين. طيب أهمية عنصري الوقت والسرعة. أهمية عنصري الوقت والسرعة، لو الوقت بالنسبة لي والسرعة مهمة وعالية، أروح ناحية لا مركزية التخزين. ليه؟ طبيعي، لأن المستودع الفرعي بيكون قريب من صح كده، قريب، إنما لو عندي مستودع رئيسي كبير هيبقى بعيد، صح كده؟ يبقى هنا إذا كان أهمية عنصري الوقت والسرعة كبيرة أو مرتفعة، نميل ناحية لا مركزية التخزين. أما إذا كانت السرعة والوقت بالنسبة لي مش فارق قوي، نميل ناحية مركزية التخزين. العنصر اللي بعد كده، مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. يبقى احنا خدنا رقم واحد ورقم اثنين وثلاثة وفقا للترتيب اللي عندكم، انا باخد دلوقتي رقم خمسة، صح كده؟ مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. اربعة عندكم خلاص، اوكي، يعني هم المفروض تمانية يعني، بس احنا هنخليهم خمسة بس. اوكي، يبقى احنا هناخد مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. لو انا عندي يا شباب موردين في المناطق الجغرافية المنتشرة، يبقى المورد يبقى جنبي، صح، قريب مني، يبقى ميل ناحية لا مركزية التخزين، صح كده؟
او الثاني مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. لما يبقى عندي موردين، مورد في الدمام موجود او موردين في الدمام، وموردين في المدينة المنورة، وموردين في مكة، وموردين في جدة، وموردين في حائف، وموردين في الرياض، وموردين مش عارف في القصيم وهكذا. لما يبقى في عندي موردين كتير موجودين في المناطق الجغرافية المختلفة، هميل اكتر ناحية ايه يا شباب؟ لا مركزية التخزين. طب لما يبقى مفيش موردين في المناطق الجغرافية، خلاص بقى محصلة بعضها. معايا يا شباب؟ بالغالب بنميل اكتر ناحية مركزية التخزين. العنصر الخامس والاخير، مدى وجود اسطول كفء للنقل. مدى وجود اسطول كفء للنقل لدى الشركة. لو الشركة بتاعتنا عندها اسطول كفء للنقل تميل ناحية مركزية التخزين. اما اذا لم يكن لدينا، اذا لم يكن لدينا اسطول كفء للنقل، هنميل ناحية لا مركزية التخزين. او تاني، لو عندنا اسطول كفء للنقل موجود، هنميل ناحية مركزية التخزين. اذا لم يكن لدينا اسطول كفء للنقل لا يوجد، في الحالة دي بنميل اكثر ناحية لا مركزية التخزين. دول خمس عناصر يا شباب او معايير على اساسهم بنميل اكثر ناحية مركزية التخزين. او احنا ما خدناهاش دي اسماء، والله والله طبيعة الاصناف المخزنة ما خدناها. لو انت مركزة معايا هتلاقينا ده انا ما قلتهاش اسماء، انا ما قلتهاش اصلا. اوكي تمام، لا ما فيش اسف ولا حاجة، بس كويس انك حريصة. يعني هقول تاني الخمس عناصر يا شباب او المعايير. رقم واحد، درجة الانتشار الجغرافي. رقم اثنين، تكاليف وتجهيزات التخزين. رقم ثلاثة، اهمية عنصري الوقت والسرعة. رقم اربعة، مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. رقم خمسة، مدى وجود اسطول كفء للنقل. اكرر مرة اخرى، هذه المعايير الخمسة لما هنتسئل فيها، هنتسئل فيها في عبارات الصح او الخطأ. اذا كان لم يأ بتقول اذا كان لدينا اسطول كفء للنقل ميل ناحية مركزية التخزين، صح. والعكس صحيح ايضا، اه نعم صح. تمام يا لجاء، تمام. طيب خلصنا من المحاضرة 19، نروح للمحاضرة 20. ماشي يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة 20 بجزئية التصميم الداخلي للمخازن. هنبدأ بالتصميم الداخلي للمخازن. اوكي يا شباب مركزين؟ أول حاجة، إيه المقصود بالتصميم الداخلي للمخازن؟ ما المقصود بالتصميم الداخلي للمخازن؟ التعريف بتاعه مهم، مش عايزك تحفظ التعريف او مش عايزك تحفظ التعريف، ولكن تبقى فاهم التعريف عشان الاختيار والإجابة هتبقى قدامك. ماشي يا شباب؟ المقصود بالتصميم الداخلي للمخازن، طب يا سؤال بعدين ابقى اجاوبك على الجزئيه دي بعد ما نخلص المحاضره، عشان بس ايه، انت لو سمعتيها مره ثانيه في المحاضره هتعرفيها مفيش فيها حاجه. التصميم الداخلي للمخازن يقصد به تقسيم مساحات المخزن او المستودع لدينا ما بين الانشطه المختلفه، بالاستلام وحفظ وصرف وارتجاع ومداولة وأعمال إدارية ومكتبية وأجهزة ومعدات وغيره. يبقى إذن لما نقول تقسيم مساحات المخزن، واحنا مغمضين علينا على طول نقول تقسيم مساحات المخزن المتاحة بين الأنشطة المختلفة، يبقى على طول التعريف بتاعها أو المقصود بها التصميم الداخلي للمخزن أو للمستودع.
طيب نهى وسوهات، مش فاهم ايه الموضوع في رقم 4 يا شباب، انتوا ليه مش مركزين؟ الله يرضى عليكم. بنقول مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية المختلفة. طيب هي عايزة تفهمها، هي عارفة ده رقم 4 بس هي عايزة تفهمها. طيب اوكي هقولها طالما انتوا جبتوا سيرتها تاني. مدى وجود موردين في المناطق الجغرافية يا سهاد. لو انت عندك موردين في المناطق، اذا وجد موردين في المناطق الجغرافية المختلفة نميل اكثر ناحية لا مركزية التخزين. وضحت؟ ولو ما عنديش موردين في المناطق الجغرافية المتباعدة او المختلفة هنميل اكثر ناحية مركزية التخزين. طيب تروح بعد كده زي ما اتفقنا لأهداف التصميم الداخلي الجيد للمخازن، تحقيق كفاءة الأداء، تسهيل عمليات الاستلام والصرف وغيرها، الحفاظ على الأصناف، تقليل احتمالات الخسائر، والحفاظ على المظهر العام. دول أهداف التصميم الداخلي الجيد للمخازن. بعد كده يا شباب عندنا مجموعة من الاعتبارات اللي واجب أخذها عند تصميم المبنى. أنا قلت 5 أعتقد. تحقيق كفاءة الأداء، تسهيل عمليات الاستلام والصرف، الحفاظ على الأصناف، تقليل احتمالات الخسائر، الحفاظ على المظهر والشكل العام. شباب الجزء ده واحنا في المراجعة هنقلله شوية، هنشوف ايه الامور هتمشي ازاي ونقللها شوية، ما تقلقوش. الحاجات اللي هي كده هنحاول نحل نلمها شوية، مفيش مشكلة. طيب عشان نقلل الدنيا شوية هنعدي الجزئية دي ونروح لأهم المعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين وسائل أو أدوات المناورة. معايا شباب؟ ركزوا معايا. أهم المعايير، العنوان بتاعنا، أهم المعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين وسائل أو أدوات المناورة. خدوا بالكم عندنا جزئيتين هنا مهمين جدا، أهو بقول عندنا جزئيتين مهمين، أهم المعايير وأهم القواعد اللي بعديها على طول. اكتبوا عليها كده ستار أو علامة إنها مهمة. أهم المعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين وسائل أو أدوات المناورة. معايا شباب؟ وعندنا أهم القواعد التي يجب مراعاتها في مناورة المواد. أوكي؟ أهم المعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين وسائل أو أدوات المناورة. رقم 1 طبيعة الأصناف المخزونة عندنا وخصائصها، صح؟ طبيعي. لما هجيب أي وسيلة أو أداة للنقل أو المناولة سواء كانت رافعة أو سيور أو آلات أو معدات بنستخدمها، على فكرة أدوات المناولة طبعا أنتوا عارفينها، فاهمينها ولا مش فاهمينها يا شباب؟ الأدوات المناولة اللي احنا بنستخدمها داخل المستودعات هي إيه؟ الرافعات الهوائية، الأوناش، الناقلات، الآلية اليدوية، السيور، الحاجات اللي احنا بنتقل بيها البضاعة جوه المستودع زي الأوناش كده يا فلو، تمام، بس جوه المستودعات، واخدين بالكم؟ طيب بنقول بقى ايه أهم المعايير اللي احنا بنستخدمها للمفاضلة بين هذه الوسائل أو الأدوات للمناولة. رقم 1 طبيعة الأصناف المخزنة وخصائصها. رقم 2 سعة اتساع، يعني سعة الممرات داخل المستودع، يا ترى الممرات واسعة ولا ضيقة؟ واضحة يا شباب؟ الممرات كتيرة ولا قليلة؟ وهكذا. خصائص المبنى، خصائص المبنى، السعر وشروط السداد، العمر الافتراضي والطاقة التشغيلية لهذه الآلات والمعدات، والصيانة والضمان المتعلق به. يبقى احنا خدنا 6 معايير لوجيك
يمكن المنطقيين يمكن استخدامها للمفاضلة ما بين أدوات أو وسائل المناورة. طب إيه أهم القواعد؟ الجزئية الثانية المهمة اللي قلت لكم عليها، ركزوا معايا، أهم المعايير وأهم القواعد. أهم القواعد التي يمكن مراعاتها في مناورة المواد، هناخد أربعة: تقليل عمليات المناولة بشكل إجمالي، تجنب مناولة صنف أكثر من مرة داخل المستودع، تقليل عمليات التفريغ والتحميل، تقليل الجهد البشري بقدر الإمكان. يبقى تقليل، تجنب، تقليل، تقليل. يبقى عندنا ثلاثة تقليل واحدة تجنب، صح كده؟ تقليل عمليات المناولة بشكل إجمالي، تقليل عمليات التفريغ والتحميل، تقليل الجهد البشري، وأخيرا تجنب مناولة الصنف أكثر من مرة. نروح بعد كده للمحاضرة 21. آية خلود 4. نروح للمحاضرة 21. تخطيط ومراقبة المخزون. تخطيط ومراقبة المخزون. أول حاجة عندنا هي مقدمة في قياس مستوى الخدمة المخزنية، ثم ثانيا المفاهيم الأساسية لتخطيط المخزون ومراقبته، ثم ثالثا الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. يعني احنا في الجزئية مش بنتكلم على المحاضرة دي بس على فكرة يا شباب، ده الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دولت هنشتغل عليهم لغاية ما نخلص. يبقى احنا عندنا تخطيط ومراقبة المخزون، عندنا فيه ثلاث عناوين أساسية: مقدمة في قياس مستوى الخدمة المخزنية، ثم المفاهيم الأساسية لتخطيط المخزون ومراقبته، ثم الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. الثلاث حاجات دولت هنتكلم عليهم النهاردة ولغاية ما نخلص المنهج بتاعنا إن شاء الله. طيب نيجي الأول حاجة يا شباب، وهي مقدمة في قياس مستوى الخدمة المخزنية. مقدمة في قياس مستوى الخدمة المخزنية احنا هجينا فيها جزء عملي في هذه الجزئية، بس انا عايز قبل ما ندخل على الجزء العملي يا شباب وهو هدية ليكم، نفهم يعني ايه مستوى الخدمة المخزنية، بس بإيجاز شديد فهم، بس نفهم يعني ايه مستوى الخدمة المخزنية. مستوى الخدمة يا شباب معناها ان شاء الله خلود هتكتر الهدايا والله ان شاء الله. مستوى الخدمة المخزنية يا شباب معناها ان المخزن يطلب منه حاجة ويلبي هذا الطلب او هذا الاحتياج، صح كده؟ واضح؟ مظبوط يا شباب؟ خدمة مخزنية معناها يطلب منك شيء زي ما يطلب منك انت خدمة وانت تستجيب للخدمة دي، يبقى انت استجبت للخدمة بنسبة قد ايه؟ معايا يا شباب؟ ركزوا معايا قبل الله يرضى عليكم وبعدين نسمع المحاضرة تاني. طيب خدوا بالكم يا شباب، عشان المستودع او المخزن، عشان المستودع او المخزن يستجيب لكل الطلبات اللي بتيجي منه او اللي بتجيله اسف، معناها انه لازم يبقى بيخزن كل الاصناف بكميات كبيرة جدا، صح كده؟ ها وصلت؟ لو المخزن عايز يستجيب بنسبة 100% معناها ان كل الاصناف لازم تبقى موجودة بكميات كبيرة، بس لو الاصناف وجدت كلها، كل الاصناف اللي بتستعمل فيها الشركة بكميات كبيرة، هنحتاج مستودعات كتيرة وعمال كتير وادوات مناولة كتير وصيانة كتير وي وي وي، يبقى التكلفة هتزيد. فاحنا عايزين نعمل بالانس، عايزين نعمل بالانس توازن ما بين
ان احنا نقدم مستوى الخدمه المخزنيه بشكل جيد، وفي ذات الوقت لا تزداد التكاليف لدينا بشكل مبالغ فيه. بس بالقضية يبقى نستجيب للطلبات بقدر الامكان بما لا يؤدي ذلك الى ارتفاع التكلفة بشكل كبير جدا. ده بإيجاز يعني ايه مستوى الخدمة المخزنية. ماشي يا شباب؟ اعلى مستوى ممكن وباقل تكلفة ممكن او بتكلفة مناسبة. طيب انا بس كان يهمني افهمها لكم بس مش اكتر من كده. طيب نيجي بعد كده للايه يا شباب؟ للهدية اللي احنا اتفقنا عليه. الهدية بتاعتنا عبارة عن التمرين اللي هو هيجي لنا في الاختبار. يبقى هنا هيجي لنا تمرين على مستوى الخدمة. بسم الله ما شاء الله على الخط، خط يعلم بالله ربنا المثالي. لازم نشوفه في حل غير القلم التعبان ده، والله حاجة صعبة مش عارف ليه الخط سيء كده. ماشي يا شباب. طيب تمرين على مستوى الخدمة المخزنية. لا خطوتي كويسة والله في العادي يا خلوق، بس هو المشكلة في السيستم. طيب بصوا يا شباب، القلم صعب هنا شويه بتاع احنا هناخد مثالين صغيرين، هناخد مثالين صغيرين اللي موجودين عندكم، وبعدين اقول لكم الاختبار يجي لنا ازاي. اوكي، المثال الاول طبعا عندكم مفيش فيه اي مشكله خالص. بيقول لي ايه؟ اذا بلغ اجمالي عدد الطلبات الوارده 100 طلب. بالماوس. بالماوس. اذا بلغ اجمالي عدد الطلبات الوارده، يبقى الاجمالي اجمالي الطلبات 100، صح كده؟ الاستجابة 90 مرة و10 ما قدرناش نستجيب، صح كده؟ يبقى نسبة او مستوى الخدمة المخزنية تساوي 90/100 ضرب 100 عشان تطلع نسبة مئوية، صح كده؟ هتطلع 90%. في اسهل من كده؟ طيب جميل. طيب نسبة نفاد المخزون اللي انا باستجبتش ليه، الباقي اللي هو 100% ناقص 90% تساوي 10%، صح كده؟ تمام. ده المثال الاول. حلو، المثال الاول ده انا جايبه عشان نفهم بس الحسابات البسيطة، انما المثال مش هيجي لنا كده في الاختبار. اللي هيجي لنا في الاختبار يا شباب زي المثال التاني اهو، ده المثال الاولاني، هنروح للمثال التاني ده بقى اللي هو هيجي لنا زيه في الاختبار. ها جد لا ما بيجيش يا امل، انا بفهمهولك يا امل مش لسه بقول اهو يا امل ركز الله يرضى عليك. بنقول تاني احنا المثال الكويس اللي هيجيبنا زيه في الاختبار والهدية عليه 5 درجات اهو، احنا هيجيبنا هدية 5 درجات دلوقتي. ماشي يا شباب، 5 درجات هدية، ركزوا معايا الله يرضى عليك. بيقول ايه في المثال التاني؟ اذا تلقت المنشأة طلبات من الاصناف
خليكي معايا يا خلود، لان انا ما فهمتش الكلمه اللي انت قلتيها. لو جالنا طلبات يا شباب او مجموعه من الطلبات للاصناف الف، ركزوا معايا بقى، الف وباء اهو وجيم، ده زي اللي هيجي لنا في الاختبار ان شاء الله. الطلبيه او حجم الطلبيه بمعنى ادق، حجم الطلبيه من الصنف الف مطلوب كام؟ 300، ومن باء 200، ومن جيم 500. حلو كده؟ اهو بقى انت بس كده اعمل وانا بحل كده، الف باء جيم الطلبيه كذا 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 300 200 500، واكتب تحتها كلمه الاستجابه. يعني انا استجبت بقد ايه من ال 300؟ يا ترى ال 300 دول استجبت لهم بالكامل؟ قال لي لا. طب كانت المنشاه من طلبيه المطلوب من الصنف باء بالكامل، الصنف باء يبقى ال 200 هم ال 200. الصنف الف 150 بس. والصنف جيم 400. صح كده؟ خلاص يا أبل مفيش مشكلة، يعني خليك معايا الله يرضى عليك، مفيش مشكلة يعني. بحاول تسمع المحاضرة الثانية يعني مفيش مشاكل. واضح يا شباب؟ تاني بقول يا شباب، الطلبية من ألف 300 ومن باء 200 ومن جيم 500. الاستجابة يعني أنا الطلب مني 300 وحدة، استجبت للألف كلهم؟ قال لي لأ. استجبت بس 150 وحدة. طب ال 200 بتوع الباء استجبت لل 200 بالكامل. طب وال 500 بتوع الجيم استجبت 400 بس. حلو كده يا شباب؟ طيب نقدر نحسب هنا ايه؟ تعالوا نشوف نقدر نحسب هنا ايه؟ رقم واحد نقدر نحسب مستوى، وده اول سؤال هيجيبنا بس، مستوى الخدمه المخزنيه للطلبيه ككل. انا بس اختصارا هكتب ككل، بس انتوا عارفين ككل دي معناها قصدي للطلبيه ككل. تمام يا شباب؟ هيساوي الاستجابه نحطها في البسط يا شباب، 150 زائد ال 200 زائد 400، واللي قال طبعا 1.3 غلط يا عايض، يا عايض اللي انت قلته ده غلط. احنا بنحط الاستجابه فوق والطلبيات تحت. انت عكست، عكست البسط والمقام معايا. تاني بقول 150 زائد 200 زائد 400 على 300 زائد ال 200 زائد ال 500. الكلام ده هيساوي زي ما انتوا عارفين طبعا، ده كلام سهل والله العظيم. اللي يغلط في الكلام ده اقول ايه بس؟ انتوا عارفين انا بعمل فيه ايه ولا مش عارفين؟ 750 على 1000 ونضرب في 100 عشان نطلع نسبة مئوية اهو، في 100 تساوي 75%. في اسهل من كده؟ ها؟ السؤال يجي ازاي؟ السؤال يجي ازاي يا شباب؟ في ضوء البيانات السابقة فإن مستوى الخدمة المخزنية للطلبية ككل تساوي، نعمل الكلام البسيط ده في الآلة الحاسبة في ثواني، نضرب في المية تطلع 75%. أوكي؟ طيب نقدر نجيب على نفس البيانات دي سؤال ثاني سهل؟ نقدر، اللي هو إيه؟ رقم 2 مستوى نفاد، ركزوا معايا، نفاد المخزون للطلبية ككل. دي ما بنعملش حاجة، بنقول تساوي 100% ناقص 75% تساوي 25%. ده اللي انا طلبت منكم للطلبيه ككل. واضح يا شباب؟
خلصنا من الطلبيه ككل. نقدر نسال بقى على الصنف الف لوحده والصنف باء لوحده والصنف جيم لوحده، صح كده؟ الخدمه والنفاد اهو. لو حبيت اطلب منكم، انا طبعا هنا بقولها بشكل يعني انتوا هيجي لكم واحده منها، بس انا بفهمكم ان ممكن نسيل على اي واحده فيهم. الصنف الف لو انتوا فاكرين الصنف الف كان مطلوب فيه كام؟ 300. استجابنا كام؟ 150. يعني 150 على 300 ونضرب في 100 يعني بتساوي 50%، صح؟ شباب صوت واصل؟ نورة اخرجوا ادخلي تاني يا نورة، نورة الصوت واصل كويس اهو، واضحة يا شباب؟ طب مستوى النفاذ للصنف ألف يا شباب برضه 50%، ما هو واحد 100% ناقص 50% تدينا 100%، يبقى احنا عندنا الله يرضى عليك يا عايد. بس اسمه نفاذ المخزون يا عايد، مش نفاذ بالذال، لا هي بالدال، دايما اقول لكم كده عشان هي كده اسمها نفاذ المخزون. ماشي يا شباب، يبقى احنا ممكن نتسال على الطلبيه ككل، وممكن نتسال على الصنف ألف لحاله، والصنف باء لحاله، والصنف جيم لحاله. طبعا الصنف باء زي ما انتم شايفين 200 على 200 في 100 يساوي 100%. طب يبقى نفاد المخزون يساوي كام؟ 0%، صح كده؟ هنا ج كان اعتقد 400 على 500 ونضرب في 100 يساوي 80%، يبقى مستوى النفاذ 20%. في اسهل من كده يا شباب؟ إذا لدينا خمس درجات مضمونين جدا جدا جدا، ما عندناش فيهم أي مشكلة خالص. اللي ضيعهم بقى يبقى يستاهل زي ما اتفقنا الضرب بالنار في ميدان عام. النار قولي النار صح، لا بلاش الدفع عشان صعب شوية، الضرب بالنار يا فريد عشان نخلص مرة واحدة. اطرحي من 100% يا النار. يعني احنا لما يبقى عندنا مستوى الخدمه المخزونيه 50% عشان نجيب النفاذ، نقول اسم النفاذ برضه 100% ناقص 50% تدينا 50%، 100% ناقص 80% اهي 80 اللي هي بتاعت الجيل مثلا، 100% ناقص 80 يدينا 20 وهكذا. يبقى مستوى النفاذ يساوي 100% ناقص مستوى الخدمه المخزونيه للصنف، زي ما مهما كتبت لك كده، بس هي كتبت بالشمال لليمين، هو المفروض العكس. المتمم الله يرضى عليك يا خلود، بس خلص للمتمم. واضحه يا مين كان بيسال؟ النار واضحه يا نوار، خلاص تمام يا اسماء. النار ما ردتش عليا لسه، النار النار راحت فين؟ النار نامت ولا ايه؟ النار لا 100% من عندك انت يا ساره، 100% من عندك، يعني 100% كانه واحد صحيح يعني. يعني انت بصي يا 100% دي من عندك من راسك، ماشي؟ 100% ناقص مستوى الخدمه المخزونيه، اوكي؟ واضح يا شباب؟ طيب كده احنا خلصنا اللقاء الثامن، هنفصل يا شباب وندخل على اللقاء التاسع، اوكي؟ يعني احنا هنخرج دلوقتي كلنا وندخل تاني على اللقاء التاسع ان شاء الله، اوكي؟ يلا، السلام عليكم ورحمه الله مؤقتا، ندخل على المحاضره الثانيه على طول دلوقتي يا شباب. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خرجوا يلا كلكم عشان ندخل على اللقاء التاسع.